اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه يعني اول مره اقعد مع احمد صلاح فتره طويله، ما شاء الله عنده قبول وعنده حاجه من عند ربنا كده تخليك تحبه. و شرف ليا يا كابتن والله. لا والله شرف لينا، والله شرف لينا. خليني اقول لك ان النهارده كفايه التورته دي يا باشا كلها ان شاء الله تبقى يعني في الخير دايما. وخليني اقول لك ان النهارده مش بس تكريم ليك، ده احتفاليه وتكريم وتقدير وشكر. ربنا يخليك يا كابتن، مع النادي الاهلي. ربنا يخليك، ده شرف ليا. وده هو ده النادي الاهلي، عودنا على كده بصراحه. في اي انجاز او اي حاجه تفرح الجمهور او تفرح النادي، النادي الاهلي دايما مسبق بكل حاجه حلوه بصراحه. ربنا يعني يكرمك، ربنا يخليك وتظل وسطنا كده ويديك العمر وتدينا كمان. ربنا يخليك يا كابتن. طب نستاذنك يا كابتن، انت بقى صاحب التورته، ونقطع ناخد التورته كده من الاول للاخر. خلي بالك انت قطعتها باليمين وانت اشول، انا طبعا في شويه معاناه. ربنا يكرمك يا رب يا كابتن، الف مليون مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك يا رب، نشوفك احسن لاعب في العالم. ربنا يخليك يا كابتن، شرف ليا والله، الحمد لله. شكرا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك ان شاء الله، نبارك لكم على بطوله الدوري القريبه يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا حبيبي يا كابتن. شكرا يا كابتن. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا سريعا والله. انا كان نفسي الحلقه تمتد لوقت اطول، ولكن الوقت كده دايما بيجري الحلو ايام، او الوقت الحلو بيجري بسرعه. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وقصه جديده مع الابطال والاسبوع القادم باذن الله. شكرا.